انضباط في التعامل مع الصحة. لو أنا صاحب أمراض مزمنة أيا ما كان بقى، ضغط، سكر، قلب، كلى، يعني ألف سلامة لكل الناس، وبعد الشهر برضه عن كل الناس اللي ما عندهاش، وعايزة أخس علشان تبقى صحتي كويسة، صحيح قبل ما يبقى شكلي كويس عشان تمام يبقى صحتي كويسة، تمام يعني هل كل نوع من الأمراض ده محتاج دايت معين، ولا زي هي ما حضرتك قلت إن هي منظومة أيا ما كان نوع المرض، تمام والصيف بيختلف عن الشتاء في أصحاب الأمراض المزمنة؟ بص حضرتك، هو كله في الاخر منبع واحد، ما فيش مختلفين. يعني دايما احنا مشكلتنا في علاقه الامراض بزياده الوزن او بالسمنه حجم الخليه الدهنيه، بمعنى ان في ناس عندهم سمنه ما عندهمش مشاكل صحيه، ما عندهمش لا كوليسترول ولا سكر ولا ضغط ولا مشاكل وناس خالص، كتير يستغربوا ازاي لا مش هما كده مستغربين وما عندهمش ده. حاجة. النوعيه دي من الناس عندهم الخليه نفس نسبه الدهون هي سي مثلا 40% هو و40%. انا جاي اقيسها ازاي؟ يعني اعرف ازاي انا عندي خلايا دهنية ولا ما عنديش لا ازاي؟ دي تقاس عن طريق الامراض اللي بتعكسها الخلايا الدهنيه دي، بمعنى ان لو حد عنده امراض الضغط والسكر وارتفاع الدهون الثلاثيه ونقص الكوليسترول عالي الكثافه وعنده سمنه، يبقى ساعتها حجم الخلايا الدهنيه هو اللي بيكبر وليس عددها. انما حد عنده سمنه وما عندوش الامراض دي، يبقى عدد الخلايا الدهنيه اكبر ولكن النسبة العامة واحدة. مين الخطر؟ الحجم. ليه؟ لأن كل الحجم يزيد يضغط على الجزء الدم اللي واصل له من خلال الشعيرات الدموية، فينقص الأكسجين الواصل، أصبحت الخلية الدهنية مصادر الالتهاب في الجسم، تصدر بقى كل حاجة حضرتك عايزاها، مقاومة الأنسولين، تصلب الشرايين، ارتفاع الضغط. يبقى الخلية الدهنية دي أنا وظيفتي لو أنا كطبيب تغذية بتعامل مع مريض سمنة، ان انا في الاول افرقه، هل هي دي سمنه مرضيه ولا غير مرضيه؟ الاثنين هيحتاجوا علاج، لان السمنه الغير مرضيه بتتحول لمرضيه، ما بتفضلش طول عمرها لو كده انا ما عملتش النظام او المنظومه الصح. لو ما عملتش منظومه صح، ولو ما عملتش تحاليل قبل ما ابتدي. انا ما اعرفش انا بشتغل ازاي، يعني في الاول في تحاليل بتتعمل، يبقى قبل اي دايت بسم الله الرحمن الرحيم لازم تحاليل تحاليل. عشان نعرف هي دي سمنه يعني دي بنسميها السمنه مرضيه ولا غير مرضيه. نمره وظيفتي في السمنه المرضيه ان انا اقلل الجسم 10% بس من وزنه، بس يهدى خالص حجم الخليه الدهنيه، وتبتدي هذه الخليه الدهنيه تتحول الى خليه بدل ما هي، يعني دي المشكله، الخليه الدهنيه اللي حجمها كبير دي عماله تصدر دهون بره، وفي ناس بيعتقدوا ان انا لما اخد حاجه من بره تساعدني ان انا اطلع الدهون دي بره خليه دهنيه انا كسبت، بالعكس انا خسرت. ده هي مشكلتنا، الدهون مش راضيه تفضل جواها. طب الناس بقى اللي بتاخد حقن او بتاخد حبوب علشان تخس وبيشوف ان ده الحل، انا مش عارفه اعمل دايت، تمام فباخد حقن او باخد دواء عشان اخس. بص حضرتك، احنا عندنا قواعد حاكمه في الادويه، كل ما تم الاتفاق عليه واجازته الاف دي اي، لا لازم ان انا من اخطاء انا اديه او ما اديهوش لحاجه تانية على حسب كل حاله. الحاله حاكمانه لازم مؤشر كتله الجسم يبقى معروف وفي عندنا امراض ولا لا، انما لازم يكون هذا الدواء اللي انا هديه لازم يكون اتوافق عليه. ما توافقش عليه ولم يصرح باستخدامه لعلاج السمنه لا يمكن ان انا اديه. هو بيتهيألي يعني دواء بمعنى ولا صح، اتنين هما اللي مصرح بيهم، وبيت الحاجات اللي بنسمع عنها مش مصرح بيهم اي وهما حاجه بيتاخدوا. مستحضرات مش عارف دي، ليه لم تجرى عليها الدراسات؟ ما دخلتش في الفيزس اللي احنا متفق عليها لاي دواء. اي دواء عدى بالفيزس دي اصبح مصرحا لاستخدامه، ممكن اديه وما اديهوش على حسب الحاله، كل حاله مختلفه عن الاخرى، ولكن في الاول يبقى مصرح بيه. انما الحاجات، اي حاجه بتزود ضربات القلب يعني لها قدره انها تحرك الجهاز العصبي، ضاره ضاره ضاره. يبقى ننتبه، ومش اي حاجة عشان حلم ان انت تبقى رشيق او لا ان انت تخفف الوزن ان انت تروح تلجأ لاي شيء او تلجأ لاي شيء.